بسم الله الرحمن الرحيم. بيان نساء طرابلس. نحن نساء العاصمة طرابلس نترحم على شهداء الحرية في كل أنحاء ليبيا الحرة، جعل الله مثواهم الجنة، ولما نعانيه من قمع من هذا النظام المهتري الذي يسعى إلى قمع جميع المظاهرات السلمية في طرابلس. قررنا نحن نساء العاصمة من محاميات ومعلمات وطبيبات ومهندسات وطالبات وربات بيوت إصدار هذا البيان تأييدا لثورة 17 فبراير وللمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي لليبيا الحرة، ونؤكد التحامنا بإخواننا وأخواتنا في جميع أنحاء ليبيا الحرة، ونقول لهم نحن صامدون معكم وإنا لمحررون طرابلس بإذن الله. وعاشت ليبيا حرة أبية والسفاح وزمانها.